الأماكن الجميلة كمان المصريين بيحبوا يزوروها في العيد هو السيرك القومي، ففي إقبال كبير على الفقرات والفعاليات اللي بيقدمها السيرك القومي بالعجوزة خلال أيام العيد. خلونا نشوف مع بعض أبرز الفقرات اللي بتنشر البهجة بين الأطفال وكمان الكبار في السيرك القومي. بيبقى لينا برنامج مختلف شوية عشان احنا بنشتغل حفلتين، فبيبقى الفقرات مختلفة ومتنوعة، وبنحاول ان احنا نقدم كل عيد حاجة جديدة. وانا السنة دي عاملة فقرة حيوانات مفترسة مختلفة شوية على مستوى جمهورية مصر العربية، عاملة فقرة أسود بيضاء مع نمور أسيوية، فان شاء الله هتتفرجوا النهاردة على عرض جميل وهيعجبكم. احنا بنحاول ان احنا نطور وننوع ونوصل طبعا للعالميه، يعني انت عارف الشركات في بره دلوقتي بقت يعني نمور بيضاء اسود بيضاء، فاحنا الحمد لله بابا الله يرحمه استوردهم وعمل سلاله منشأة جمهوريه مصر العربيه. ايوه، وعملنا عرض مختلف فقره كامله فيها 6 اسود بيض و4 نمور. طول الوقت مستعدين في اي وقت للجمهور بشكل عام، لكن طبعا العيد بيبقى ليه استعدادات زياده شويه بما ان بيبقى فيه عدد اكبر من الناس. اما بالنسبه للعروض فهي هي قبل العيد او بعد العيد، بنبقى مهتمين باي حد بيجي لنا حتى لو واحد بس. بنقدم فقرات كتير، في يعني كل يوم بيبقى فيه فقرات مختلفه. المهرج طبعا لازم بيقدم فقرات للاطفال وللكبار، بيبقى فيه فقره للكبار اثناء البرنامج وفقره للصغيرين الاطفال الصغيرين. السيرك هنا حاجة ممتعة جدا وفقرات خطرة جدا، واللي ما جاش السيرك ما قضاش عيد. يعني حاجات هنا بسم الله ما شاء الله حاجات جميلة، ومدربة الأسود كابتن لوبا الحلو يعني حاجة مشرفة جدا، وكل سنة طيبين. السيرك القومي يعني صراحة مقدم فقرات جميلة جدا جدا جدا، وكلنا هنا سعداء بالعيد وبالناس كلها وفقراته جميلة جدا الصراحة. يعني السيرك ممتاز جدا وأجواء جميلة وفقرات ممتازة، أنا أول مرة أخشه بس الصراحة يعني حاجة رائعة يعني.